السلام عليكم. بهذا الفيديو ان شاء الله رح نتعرف على الانيشال ستيت. الانيشال ستيت كتير بتهمني حاليا لانه رح نحتاجها كتير بالفيديوهات القادمه. الانيشال ستيت بيتم استدعائها عند الدخول للصفحه، يعني اي صفحه انا بدخلها حيتم اول شيء استدعاء الانيشال ستيت. الانيشال ستيت تستدعى فقط عندما يكون الكلاس من نوع ستيتفول ويدجت. لا يمكن استدعاء الانيشال ستيت بكلاس من نوع ستيتلس ويدجت. الانيشال ستيت مثل الست ستيت، ولكن الفرق انه الست ستيت ممكن استدعيها باي وقت، تمام، من خلال باتون، من خلال اي شيء. اما الانيشال ستيت تستدعى مباشره من دون تنفيذ اي حدث عند الدخول للصفحه ببساطه شديده. هذا ابسط تعريف للانيشال ستيت، بنكتب بهذا الشكل، تمام، بنكتب بهذا الشكل. انا لو عملت على سبيل المثال هون print وليكن، تمام، وائل. لو عملت print وائل بهذا الشكل وفتحت التيرمينال، تمام، ورحت عملت hot restart عشان تفتح الصفحة من اول وجديد، اول ما فتحت الصفحة طبعا طبع لي كلمة وائل. اذا الانيشال ستيت بيتم استدعاء مباشرة عند الدخول للصفحة، هي قاعدة اساسية لازم ما حدا ينساها، بيتم استدعاء الانيشال ستيت عند الدخول للصفحة. طيب حلو كتير، هي الانيشال ستيت ببساطة، ما رح نعطيها اكبر من حجمها، بيتم استدعاءها مباشرة عند الدخول للصفحة. بهذا الفيديو أيضا رح نتعرف على الكنترول. أنا بالفيديوهات السابقة ونحن عم نتعرف كنا على التاب بار فيو والتاب بار، كنت عم استعمل ديفولت تاب كنترول اللي هو بيعطيني كنترول يعني افتراضي، تمام، من دون ما أنا أتعذب هو لحاله بينشئ لي الكنترول. طيب لو أنا على سبيل المثال لغيت الديفولت تاب كنترول، شو رح يصير؟ بنشوف شو رح يصير. حألغيه بهذا الشكل. بكل بساطة حيظهر عندي خطأ بهذا الشكل، ليه؟ لأنه ما في متحكم. ما عاد في متحكم يتحكم بالتاب بار والتاب بار فيو. فشو الحل؟ الحل اني انا انشئ متحكم. كيف انا بانشئ متحكم؟ بروح بكل بساطه للتاب بار فيو بهذا الشكل وبعمل كنترول. كنترول حسميه انا ماي، تمام، كنترول على سبيل المثال، او ماي كنترولر، حسميه ماي كنترولر بهذا الشكل. ايضا رح اعطي التاب بار نفس الكنترولر، تمام، وليكن ماي كنترولر، تمام، بهذا الشكل. طبعا ليه في خطا؟ لاني انا لسه ما انشات الكنترولر، تمام. كيف بننشئ الكنترولر؟ بكل بساطه بنروح لهون بنعمل تاب كنترولر بهذا الشكل، تمام، وبنخلي طبعا اسم المتغير ماي كنترولر. هذا المتغير الاسم هو انا نفسه اللي استخدمته بالتاب بار وبالتاب بار فيو. بنلاحظ انه الخطا عندي اشتغل الحمد لله بالكود، ولكن لا زال الخطا موجود هون. الخطا لحتى يلتغى لازم انا روح اخذ الماي كنترولر بهذا الشكل وروح للانيشال ستيت واعمل، تمام، نيو تاب كنترولر بهذا الشكل. وطبعا هي بتقبل اللينس، اللينس كلياتكم عارفينها. طالما انا لغيت الديفولت تاب كنترولر فما عاد فيني استعمل اللينس، فلازم انا هون استعمل اللينس هون اللي بس تغير المكان، تمام. فهو رقم اربعه. ليه رقم اربعه؟ لانه التاب بار والتاب بار فيو تحتوي على اربعه ويدجت تشايلد، تمام، دايركت طبعا تشايلد. فعملت هون رقم اربعه، والفي سينك حخليها زيس انه نفسه من نفس الكلاس، تمام. طيب هون حيعطيني خطا، ليه؟ قال لي لانه بكل بساطه ما في عندي تريكر بروفايدر. فانا بكل بساطه رح استعمل الميكسن، تمام، من خلال الويز اعمل سنجل، تمام، موضوع كثير بسيط، تريكر بروفايدر ستيت ميكسن بهذا الشكل. هلا بهذا الشكل حيلتغى عندي الخطا بشكل كامل. طبعا هون لازال عندي خطا، شو سبب الخطا؟ اني انا ما عملت سيمي كولون بهذا الشكل. حلو كثير. وطبعا هلا حنعمل هوت ريستارت ونشوف اذا بقى عندنا اي خطا لنحله، ان شاء الله ما بيكون في اي خطا. تمام، التغى الخطا فعلا وصار ممكن انتقل بين الصفحات بشكل طبيعي ومن دون اي مشاكل. يا شباب الموضوع كثير بسيط وما في شيء معقد ابدا. على فكره عندي ايضا الانيشال اندكس، يعني انا اول مثلا ما افتح الصفحه اذا لاحظتوا دائما بياخذني لاول ويدجت، بياخذني لاول ويدجت واول تابس، شايفين بهذا الشكل ويدجت 1 واخذني للكونتينر 1 اللي هو الكونتينر الموجود اول ويدجت داخل التاب بار فيو. انا ممكن اعطي انيشال اندكس، يعني خليه يبدا مثلا من تاب ثاني وليكن اعطيه رقم 2، تمام، 2 يفترض يروح للويدجت 3، تمام، يشتغل على الويدجت 3. لو عملنا هوت ريستارت يفترض يبدا من الويدجت 3، فعلا راح على الويدجت 3 وهي كانت الانيشال. الانيشال يعني الابتدائيه، الابتدائيه يعني التابس الابتدائيه اللي ينطلق منها هي الويدجت 3 وليست الويدجت 1. فاذا انا ممكن اتحكم فيها ببساطه شديده من خلال الانيشال اندكس. بتمنى يا رب الفيديو يكون واضح وسهل وعجبكم، بالتوفيق للجميع.